السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عم مطر يسكب ما شاء الله مطر. عم مطر يعني. والعمل جاري على قدمه وشاء الله بكل ما يفعل. هذه نعمة من الله. نعم. خير وبركة. نعم نعم. خير وبركة. من خلالكم الآن نطالب الشيخ نجيب. بسرعة إيصال اثنين بكلينات. العمل كبير وشاق ولله الحمد لله بد من يعني أظافر الجهود. ما رأيك؟ وعدنا المهندس نجيب قال إنه يعني. اثنين من معدات بكلينات محررة يعني ان شاء الله يعني بالاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده يعني في القريب العاجل. ايوه نعم وقت معين. ونتمنى يعني انه يعني ان تكاتف الجهود ودعم المشروع. اليوم لقاء بيت الشيخ منصور بصنعاء. نعم اجتماع للتجار بصنعاء. نعم نطلب منهم الفلوس. نعم نعم ايوه الدعم ضروري لازم يعني علشان المشروع يستمر بشكل استمرار دون توقف. لو زهدوا احنا على ليل ونهار على مدار الساعة. نعم 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 وهذا في سبيل والمرض على جنب والعمل على جنب. نعم نعم الابر بعدنا بعدنا الى عمي محمد اليوم مريض رغم انه يعني مريض وحمى ولا يجيش ورغم ذلك خرج يعني وكثر الله خيرك يعني.